أنه ينبغي للإنسان أن يكون معه رفقة في السفر وأن لا يسافر وحده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل قط وحده. يعني معناه أن الإنسان لا ينبغي أبدا أن يسير وحده في السفر، لأنه ربما يصاب بمرض أو بإغماء أو يتسلط عليه أحد أو غير ذلك من المحذورات، فلا يكون معه أحد يدافع عنه أو يخبر عنه أو ما أشبه ذلك. وهذا في الأسفار التي تتحقق فيها الوحدة. وأما ما يكون في الخطوط الآن عندنا، الخطوط العامرة التي لا يكاد يمضي دقيقة واحدة إلا وقد مر بك سيارة، فهذا وإن كان الإنسان في سيارته وحده فليس من هذا الباب، يعني ليس من السفر وحده، لأن الخطوط الآن العامرة كما بين القصيم والرياض ومكة وما أشبه ذلك، هذه الخطوط عامرة كأنما تمشي في وسط البلد، لا تفقد السيارة دائما، والسيارات هذه راح وهذه جاي، فلا يدخل في النهي. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن شعيب أن الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب، يعني الراكب وحده الذي يسافر وحده شيطان، والذي يسافر وليس معه إلا واحد شيطانان، والثلاثة ركب، يعني ليس من الشياطين بل هو ركب مستقل. وهذا أيضا يدل على الحذر والتحذير من سفر الوحدة، وكذلك من سفر الاثنين والثلاثة لا بأس. وهذا كما قلت مقيد بالأسفار التي لا يكون فيها ذاهب وآخر،